السلام عليكم أزول في اليوم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم دائما في قناتكم الرياضية والإخبارية. طبعا بن شيخة يشدد اللهجة ويطالب بتصحيح الأخطاء سريعا، وأكد للاعبين أنهم حاضرون من الناحية البدنية. سيركز على تموقع اللاعبين في الميدان، واللاعبون مطالبون بالتأقلم مع طريقة عمل الجنرال. طبعا والظهير الأيسر القادم سيكون من جنسية كونغولية. مدان سيستشير دودان قبل الفصل في الموضوع. طبعا والطاقم الفني يرفع وتيرة العمل وتركيز على السرعة وقوة التحمل. بوجنان أرهق اللاعبين كثيرا يعني، وطبعا نظن باللي عنده الحق يعني من الناحية البدنية. والشبيبة أمام حتمية تسريح أحد الأجانب قريبا، يعني أحد الأجانب لازم يتسرح به، يقدروا يجيبوا أجنبي آخر. والوجهة المحلية غير مطروحة الآن، وترى وجد صعوبة كبيرة في الاندماج، وبن شيخة يريد دمجه في أسرع وقت. يعني ماذا به إن شاء الله يتدمج في أسرع وقت مع فريق شبيبة القبائل ويقدم يعني أكبر إضافة تناسب شبيبة القبائل. نتمنى إن شاء الله منكم أنتم كجمهور وأنصار شبيبة القبائل لايك على الفيديو، أبوني في القناة باش يوصلكم الجديد، وخليونا الآراء تاعكم في التعليقات. من سيكون الظهير الأيسر القادم الذي هو من جنسية كونغولية؟ يعني أي إنسان عنده خبر يخلينا الخبر هذا في التعليق، وما تنساش كذلك دير لايك باش دائما يوصلكم جديد وحصري أخبار شبيبة القبائل في هذه القناة. والسلام عليكم ورحمة الله.